اليوم جيت لكم بواحد الغريبة بسيطة وسهلة وفي متناول الجميع يقدر يديرها، يعني ما كتاخدش بزاف لي زانكريديون. شنو كنحتاجو فيها؟ 300 غرام ديال الدقيق، جوج معالق ديال الكاوبيل، جوج معالق ديال مايزينا، واحد البيضة، ربع كاس ديال الزيت، 100 غرام ديال السكر كلاصي، واحد لافاني، واحد خمارة، وشوية ديال الكاوكاو فاش غادي نفندوها. وهانتوما معايا. يلا إذا أول حاجة غادي نديروها هي الزبدة البنات. الزبدة تكون بحرارة المطبخ، كنزيد عليها سكر كلاصي، وكنزيد عليها ربيع كاس ديال الزيت. غادي نخدمهم جيدا وعاد نزيد. كنخدم مزيان الزبده مع الاخر مع الزيت والسكر كلاصي. الزبده البنات غير ديال العبار، ماشي الممتازه، يعني من النوع الجيد، غير عاديه. داكشي علاش زدت لها الزيت. غادي نخدمها مزيان مع السنيده مع السكر كلاصي. غادي نزيد لها كاوبين، جوج معالق كبار ديال الكاوبين، انا البنات كيعجبني نزيد فيها واحد الرويس ديال الروح ديال القهوه، داك اللي كيتباعوا البنات ب 8 دراهم ولا 6 دراهم. انا غادي نوري لكم. هادو البنات اللي كيتباعوا ديال القهوه. غادي ناخذ واحد الرويس ديال المعلقه، اذا ها شحال خديتها البنات. غادي ندير خشن نخويه فيها وصافي، ونكمل الخلط. هاد القهوه كتثبت مع كاوبيل وكتثبت مع سميتو الشوكولات، حيت غادي ندير لها الكراميل، دونك الكراميل كيجي مع المنكهه ديالها. دابا غادي نزيد مايزينا، جوج معالق مايزينا، مزيان البنات كتهشها مزيان، كتردها هشيشه قاطو عادي، ولكن بريستيج كيجي الديكور ديالو زوين، المذاق كيجي زوين. غادي نزيد لافانيا البنات، مريم الحريره ما كيعجبنيش نخويها، كيعجبني نخويها مباشره.
تعالوا نخويها. صاف صدقوني البنات راه الريحه ديالها زوينه بزاف، كتعطي واحد الريحه ديال ديك القهوه والشوكولات، ما نقولكمش الفاني ريحتها فينا. دابا البنات غنزيد البيضه، نحركو مزيان مزيان مزيان، نخلطو دوك الجوانب من بعد غادي يتجمعو. كريموس جاي بحال الكريمة، وريحة القهوة ما نقولكمش البنات جات رائعة جدا، ريحة الكوبين مع القهوة نقول لكمش واحد النسيمه عطيه غزاله. دابا غادي نبقى نجمع الطحينه البنات بشويه بشويه، الخميره نخليوها اخر شيء. عندي هنا 300 غرام ديال الطحين، يلا تبقى تجمع ما تلصقش. صافي سهلة هذه، غريبة عادية، ضروري في العيد يكون قاطو عادي، يا إما لي بول دو ناج، يا إما فقاص، يا إما هذوك دوك الغويطيات الكلاسيكيين ديالنا غزالي مغربية، كتكون بنينة بزاف، خاص ما تخواش المائدة ديالنا نتاع العيد منهم. ايوا انا قلت ندير هادي هاد الغريبة الشيكولا، انا كيعجبني الشكلاط بزاف على البنات كيخرج عليا كيخرج عليا، كنظن صافي غادي تجمع. هي تجمعات البنات كتشوفوها، غير فوا تجمع صافي كتحبسي لها الطحين. نزيدها شويه، نجمعو اول شيء هاك الزبيده اللي طلعت من الفوق، البنات ندير لها الخميره، الخميره هي الثانيه كنخليها باش دير المفعول ديالها. صافي اذا على هذا الشكل البنات كيشتوني درتها، كنكورو كويرات ديالنا مويان ما يكونوش كبارين بزاف، وكنحطوها نفندوها في الكاوكاو، وكنديروا لها تقبه، كنخليوها هكذاك مجموعه
كنفرقوهم على بعضياتهم انسي دو سويت حتى نكملوا. يلا حبيباتي انتم معايا. الحلوه ديالي من بعد ما طابت زينتها بالكراميل في الوسط وديكوريتها بالشوكولات دي تري. ها انتم شوفوا كي جات مفنده حليوه ديال غريبه ديال ديال الشوكولات مفنده في الكاوكاو ومزينه بالكراميل. شفتوا البنات كي جات؟ كنتمنى انكم تجربوها. المهم حليوه عاديه رخيصه اقتصاديه ما فيهاش بزاف ديال المقادير. والى هنا ننهي الفيديو ديالي. هيا مع السلامه.